السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات ار دي ار 2، وهي بدون ان اطيل عليكم سنذهب عند جون. جون موجود هنا قريب جدا من الكامب لكي نقوم بهذه المهام الخاصة به، واتوقع باننا سننتقل من المنطقة بعد قيامنا بهذه المهمة الخاصة بجون. فاننا سننتقل، هذا صراحة ما اعتقده لكني لست متأكد لاننا تأخرنا كثيرا في هذا المكان. كيف حالك يا جون؟ جريت، ممتاز. هي لكي نبدأ المهمة. العديد منكم لم يلعب النسخة الأولى RDR 1، هذا الشخص فإنه هو الشخصية الرسمية في تلك اللعبة، لكنه في الأخير يموت وبعدها تلعبون بذلك الطفل جاك. يكون جاك في ذلك الوقت لقد كبر وينتقم لأبيه. أعطانا جون في هذه اللحظة فكرة مميزة جدا لكي نستطيع إيقاف قطار ولكي نستطيع سرقته. كايندا بريليانت، هل سمعت ماذا قال له آرشر؟ قال له فكرتك فإنها ذكية جدا. وافق آرشر الرأي، جميل، من الممكن أننا سنقوم بسرقة قطار. وفي هذه اللحظة لقد مزح آرشر وقال له بعدما أكل الذئاب نصف دماغك لقد أصبحت ذكي، أتمنى أن يأكلوا دماغك كلها لكي تصبح عبقري. شكرا لك يا صديقي جون. هذه المهمة بالضبط لقد لعبتها البارحة وراء من الكاميرا، واكتشفت بأن هذا الواجن من الصعب يا شباب سرقته من عند هؤلاء الأشخاص هنا في هذا المكان. لاحظتم هذه المنطقة فإنها خطيرة جدا، هذا الواجن من الصعب سرقته، لكن هذا في إمكانكم سرقته بسهولة، وخصوصا أن هذا الواجن فإنه متحرك، يعني هذا الشخص فإنه سيقوم بسياقته نحو فالنتاين. لهذا السبب سأتعرض له هنا في الطريق لكي أقوم بسرقة منه، وهي لكي ننطلق. هذا المخزن فإنه خاص بالأودريسكول، عليكم الحذر منهم كثيرا. لازال الواجن لم يخرج بعد، لاحظتم عندهم واجن هناك في الداخل، لازال لم يخرج بعد لكي يذهب للمدينة، وعندهم واجن آخر في هذه الضفة. هنا هو بالضبط، ها هو، لاحظتم؟ نعم، لازال لم يخرج الواجن بعد، من الصعب علينا سرقته. هل في إمكاني التكلم معهم أم لا؟ جيد، لقد تكلمت معه. هل سيسدد علي؟ لم يسدد علي. الواجن موجود في الداخل لكنه بدأ في التحرك. لاحظتم مستعدون لكي يهجموا عليكم يا شباب، مستعدون. حسنا سأبتعد، قلت لكم مستعدين لكي يدمروننا. ومن اللازم علينا سرقة ذلك الواجن لكي نستطيع القيام بهذه المهمة. هل لاحظتم؟ لقد تحرك. سأتعرض له الآن في الطريق، من السهل علي أخذه. سأقتل صاحب الواجن الآن. جيد، متي أيها الكلب، ممتاز، لقد قتلته. علي الآن اللحاق بالواجن. جميل جميل جميل، كالم كالم داون، لا تقلقوا لا تقلقوا. جميل جدا، قد توقفوا، توقفت الأحصنة الآن. جيد، استطعنا فعلها يا أصدقاء وسرقنا الواجن، والآن هي لكي نذهب للتشيك بوينت. عندما سأصل هناك سأعود لكم. وها قد وصلنا إلى المكان، علينا وضع الواجن هنا في هذه المنطقة لكي ننهي هذه المهمة بنجاح. سرقة الواجن من بين المهام الصعبة لكنها ممتعة في نفس الوقت، إذا اكتشفتم الاستراتيجية فإنها ممتعة، وبهذا سنكون قد نجحنا. ميشن كومبليت، جميل جدا. الآن فتحت لي مهمة أخرى خاصة بجون، هيا لكي نقوم بها يا أصدقاء. في إمكاننا كذلك الحصول على المال. لاحظتم خافيير يريدني، هل نقوم بعمل هذه المهمة يا شباب أم نقوم بسرقة القطار؟ لست متأكد. في إمكاننا عمل هذه المهمة والحصول على المال، أتوقع بأنني سأفعلها، رغم أن هذه المهام فإنها ثانوية لكنها مهمة جدا. المال سنحتاجه أكيد لكي نشتري العديد من الأبجريدز، عندهم العديد من المال يا أصدقاء. لم نضيع العديد من الوقت مع خافيير، مباشرة آرشر أراد الذهاب لكي يحصل على المال. أنا أكيد أحتاج صراحة لذلك المال، لأن هناك العديد من الأبجريدز المهمة في الكامب، علينا شراؤها. سنتجه نحو المكان أنا وخافيير، عندما سنصل له سأعود لكم. بدأت كاتسين أصلا، هل سنذهب للمكان أوتوماتيكيا؟ أتوقع ذلك. جميل جدا، توقفت الكاتسين في نصف الطريق، الحمد لله أنها ظهرت كاتسين. انتظروا أكتشف أولا، هل المكان بعيد لهذه الدرجة لهذا السبب ظهرت كاتسين؟ نحن هنا والكامب موجودة في هذا المكان هنا بالضبط، ليست بعيدة كثيرا. لو جئنا عادي لأخذت منا ما يقارب العشرين دقيقة لكي نصل لهذا المكان. هذا المكان فإنه كبير، إذا كان في العديد من الناس يجب علينا قتلهم، أمر لن يكون سهلا. نعم، بار كبير جدا. خافيير عنده فكرة، سألحق به. وصلنا للبار، علينا الاختباء الآن هنا والتجسس عليهم. أوكي جيد، سأختبئ هنا، أنا مستعد للهجوم.
جاء ذلك الشخص يحاول توبيخ الموظفين على ما اعتقد. الله حتشوم يريد ضربه. ماذا سنفعل يا خافيير؟ قال له اذهب للبارن. ماذا سنفعل يا خافيير؟ أوكي. سأذهب هنا كي أختبئ بالخلف من الحجرة. جي. والآن سأنتظر خافيير. ماذا سيفعل خافيير؟ لاحظوا ماذا سيفعل. أوه، أشعل النار في الكوخ. وهرب. عجيب. تعال يا خافيير. لماذا فعلت يا خافيير؟ هناك شخص يا أصدقاء في هذا الباب سيخرج. لاحظتموه في الخريطة؟ أوه، ها هم لقد خرجوا. أوه، ها هو خرج هذا الشخص من هذا الباب. هناك 3 أشخاص. توقع سأدمرهم. ممتاز. Let's go. سدد. جي. دمرتهم يا حبيبي بديد آي. ماذا سنفعل الآن؟ جايين من هنا. لا. خافيير لقد ذهب. بدأ في الهجوم. مشكل. اختبئ. أنا كذلك علي الهجوم. هناك شخص مختبئ في تلك البار. انتظروا. هناك هذا الشخص هناك. هناك شخص كذلك هناك. عليه إصابته في الرأس. ممتاز، دمرته. هناك آنسة هناك. لا أستطيع إصابتها. ممتاز. من الصعب إصابة تلك الآنسة هناك. هيا سأنتظر واحد تظهر. هناك لا يزال هناك شخص هناك. لهيج عندي نزل شيئا ما. سأكل تلك. مشكل. أتوقع بأنني سأقترب أولا عند هذا الشخص. سأستعمل تلك الأسلحة. موتي أيها الكلب أنت أولا. جيد. لقد دمرته. هناك شخص هنا. موت. جيد. دمرته كذلك. والآن سأدمر تلك الآنسة الأخرى الموجودة في البار. موتي حاولت إصابتها. جيد. لقد ماتت. أصبتها في الأخير. ماذا سنفعل؟ انتظر أولا سأقوم بعمل لوتين لهؤلاء الأشخاص. هيا لكي ندخل الآن عند خافيير. ماذا يوجد هنا يا خافيير؟ هل وجدت المال؟ لوت لهذه الآنسة. جيد. ولوت كذلك لهذا الشخص. يجب عليكم يا أصدقاء البحث جيدا، لأن في بعض الأحيان من الممكن أن تجدوا عدد كثير جدا من المال. سأحاول مساعدة خافيير. هيا صديقي خافيير. جيد. واو. هل لاحظتم؟ دفنوا هذا الصندوق. انتظر. عدد هائل جدا من الأموال. يا سلام عليك. خذ يا خافيير خذ. يا سلام، الحمد لله أننا قمنا بعمل هذه المهمة. تخيلوا معي لو تجاهلناها لذهبت. لأننا إذا انتقلنا من تلك المنطقة فإن هذه المهمة الخاصة بخافيير لا يمكنكم فعلها. رغم أنها ثانوية لا يمكنكم فعلها. سأصعد هنا في الفوق. حصلت على $175. عدد هائل جدا من المال. هناك صندوق كذلك هنا. سأفتحه. ماذا يوجد فيه؟ هناك مزيد من المال. يا سلام، اعطيني. أحتاج لهذا المال. 50. ليتس جو. 50 أخرى يا حبيبي. ليتس جو. ولارج ويلري باك. ممتاز. لهذا السبب يا أصدقاء أنصحكم بأن تقوم بعمل هذه المهمة. ستحصلون على أكثر من $200. ولا زلت بعد لم أبحث في هذا المنزل. سأبحث فيه على السريع، بعدها سأعود لكم. ماذا يوجد هنا؟ لوت. لقد بحثت في هذا المنزل كذلك في العديد من الأشياء المميزة. واو، شاتغان يا حبيبي. بامب شاتغان كذلك. هذه الشاتغان فإنها أفضل بكثير من الشاتغان الموجودة عندي. سأغيرها. هذه الشاتغان التي وجدتها. وفي الأسفل الدبل بيرل. لا أحتاج للدبل بيرل. أحتاج لهذه يا حبيبي. هذه الشاتغان أفضل بكثير من الدبل بيرل، لأن فيها 5 بوليتس. الأخرى فيها 2 فقط. سأستعمل الآن الزيت لكي أنظفها. الحمد لله أنني بحثت كذلك في هذا المنزل. جميل جدا. ليتس جو. أنصحكم يا أصدقاء أن تبحثوا في هذه الكامب. فيها العديد من الأشياء الجميلة. وعدت لكم يا شباب، بما أنني قطعت اللقطات في المونتاج كثيرا، ففي إمكاني القيام بهذه المهمة الخاصة بسرقة القطار كذلك. ها هو جون مارسون ينتظرنا. لقد جيت عندك يا جون. هيا لكي نبدأ المهمة يا صديقي. حان الوقت. قال لا آرثر، نحتاج لشخص آخر. تشارلز. أوكي. شو. سي آرثر.
أكيد أنت لسه مغفلا. أنت هو نجم ريد ديد ريدمبشن النسخة الأولى. أكيد يا صديقي يا جون. أنت واقع بأننا لن نقوم بالمهمة الآن. أبيجيل نعم لن نقوم بالمهمة يا أصدقاء في حلقة اليوم. أعتقد بأننا سنقوم بها، لكن يجب علينا فقط التكلم مع جون، وبهذا فإن جون سيستعد. جميل جدا فهمت. بما أن هذا حدث الآن، سوانسون لا أريد التكلم معك. Not now. فقط ابتعد. ابتعد. هيا لا أريد التكلم معك. أخيرا لقد ابتعد. سنأتي هنا للليجر وبعدها سنشتري الإضافات التي قلت لكم عنها. وهي هذه الإضافة الأولى $58. الآن الجودة والعدد الخاص بالتونيكس لقد تضاعف. سنشتري كذلك هذه. جودة وعدد التوباكو كذلك لقد تضاعفت. أحسن العمل. وسنأتي كذلك لهذه. سومريل فاير باور. أكيد سأقوم بشرائها. عدد وجودة الأمو أصبح رائع جدا. وهذه ثمنها 120 غالية جدا. داتش يريد كامب فاير جيدة. لن أشتريها لك. هنا في إمكاني شراء الهورس ستيشن. في إمكاني كذلك شراء هذه الليدر. ليس لدي الكثير من المال. وفي إمكاني شراء منزل للدجاج. أحب الدجاج، لهذا السبب سأشتري منزل الدجاج. لاحظوا بيت الدجاج صغير جدا. المهم قمنا بشرائه، لا يوجد أي مشكل. أصبحت عندي الآن $202 فقط. بالنسبة لأموال الكام فإنها ضعيفة، $0. سأتبرع لهم بما يقارب $20. Give money. سأتبرع بهذا العدد. ممتاز. والآن سأنهي حلقة اليوم. أتمنى أنكم استمتعتم معي أصدقاء. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.